النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم إلى نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، التي نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية الواردة لدينا والملتقطة فوق المملكة، والتي تشير إلى وجود كميات كبيرة من السحب في المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط. هذه السحب والغيوم هي مرافقة طبعا لتأثيرات لمنخفض جوي يتواجد في تلك المناطق. بعض السحب والغيوم تشكلت نار هذا اليوم في بعض مناطق عشوائية من المملكة، في مناطق الجنوبية وبعض المناطق الشمالية، وذلك كان ذلك ناتج عن تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي. خلال الساعات القادمة من المتوقع أن يتحرك ذات المنخفض الجوي المتواجد إلى الجنوب من تركيا بالاتجاه الشمالي الشرقي مبتعدا عن المنطقة، ولكن له تأثيرات مباشرة على المناطق الشرقية للبحر الأبيض المتوسط بما فيها المناطق الشمالية من المملكة. سنأخذكم الآن في يعني استعراض لتوقعات الهطولات المطرية بحسب نماذج الحوسبة العددية التي تقوم بمحاكاة أماكن هطول الأمطار. تشير طبعا إلى أن هذه الليلة هناك الفرصة متاحة لأن تهطل يعني بعض الزخات المطرية في المنطقة الشمالية من المملكة. هذه الزخات المطرية تكون مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية أحيانا، ولا يستبعد أن تكون حتى غزيرة في بعض الأنحاء في أقصى شمال المملكة وبعض المناطق الغورية والشفة الغورية في المناطق الشمالية من المملكة. بعض من هذه الزخات ربما بعيد منتصف الليل أن تمتد إلى بعض المناطق الوسطى من المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، وبعض الزخات المحلية متاحة أيضا كفرصة في أجزاء من المناطق الجنوبية من المملكة مع ساعات الليل المتأخر. أما غدا مع تحرك هذا المنخفض الجوي مبتعدا عن المنطقة تتراجع فرص الأمطار بشكل سريع، وفي ساعات ما بعد ظهر يوم السبت يميل الطقس الاستقرار في مناطق واسعة من المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط بما فيها المملكة. بالعودة إلى الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، كما ذكرنا يتوقع أن تتهيأ مرة أخرى الفرص لهطول أمطار رعدية في المناطق الشمالية من المملكة، قد تكون غزيرة أحيانا في أقصى المناطق الشمالية وبعض المناطق الغورية والشفة الغورية، وتكون هذه الأمطار أيضا مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية. بعيدا منتصف الليل ربما تمتد بعض من هذه الزخات المطرية نحو أجزاء من المناطق الوسطى من المملكة، وبعض الزخات المحلية من الأمطار ربما تهطل في ساعات الفجر في المناطق الجنوبية أيضا من المملكة. أما بالنسبة لهذه الليلة فدرجة الحرارة تكون الصغرى تقريبا في العاصمة من 11 درجة مئوية، وبالتالي الطقس سيكون بارد بوجه عام وأجواء غائمة جزئيا بوجه عام، وهذا طبعا السمة الأساسية مع فرصة الأمطار موجودة في ساعات ما بعد منتصف الليل. أما نهار يوم غد فيتوقع أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة بالمقارنة عما كانت عليه درجات الحرارة يعني نهار هذا اليوم. غدا الطقس سيكون باردا نسبيا بوجه عام، وأيضا يتوقع أن تبقى فرصة الأمطار مهيئة في ساعات الصباح خاصة في المناطق الشمالية من المملكة. تتراجع فرص الأمطار في ساعات النهار بشكل تدريجي، ويميل الطقس مع ساعات ما بعد العصر إلى الاستقرار في أغلب ومعظم مناطق المملكة. أما في ساعات ليلة السبت على الأحد فيتوقع أن يحدث تدني كبير على درجات الحرارة، ربما يعتبر أو تعتبر ليلة السبت على الأحد الأبرد منذ بداية هذا الموسم، وتتدنى درجات حرارة إلى مستويات تحت 10 ودون 10 درجات مئوية، وسنشعر بأن هناك فرق كبير في الأجواء بحيث يكون الطقس باردا بوجه عام. دعونا الآن نستعرض الأجواء ودرجات الحرارة المتوقعة غدا العظمى في محافظات ومدن المملكة والصغرى ليلة السبت على الأحد. نبدأها شمالا من إربد، تكون من 19 إلى 10 مع أجواء تكون باردة نسبيا مع هطول الأمطار خاصة في ساعات الصباح، في عجلون من 16 إلى 9، في جرش من 18 إلى 9 درجات مئوية، وفي مفرق من 18 إلى 8 درجات مئوية. المناطق الوسطى في العاصمة عمان تكون من 14 إلى 9، في السلط من 16 إلى 10، في مأدبة من 16 إلى 7 درجات مئوية. أما في البحر الميت فترتفع العظمى إلى 24 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى 14 درجة مئوية، وتكون في الزرقاء من 18 إلى 7 درجات مئوية. المناطق الجنوبية تكون العظمى في الكرك من 12 والصغرى 7 درجات، في الطفيلة من 13 إلى 8 درجات مئوية،
في معام من 15 منخفضين إلى 5 درجات. كما نلاحظ مناطق البادية الجنوبية تكون درجات الحرارة بها منخفضة للغاية، في الشراء من 12 إلى 6 درجات وأجواء باردة في ساعات ليلة السبت على الأحد. أما في خليج العقبة فترتفع العظمى يوم السبت إلى 23 درجة مئوية في ساعات النهار، وتنخفض ليلا إلى 12 درجة مئوية مع أجواء تميل البرودة حتى في منطقة وخليج العقبة في ساعات ليلة السبت على الأحد. انتقالا إلى المناطق الشرقية، تكون في رويشد من 19 إلى 8 درجات مئوية، في الصفاوي من 18 إلى 6، وأخيرا في الأزرق من 19 إلى 7 درجات مئوية. وحتى في ساعة الليل عموم مناطق البادية الشرقية تكون بها الأجواء باردة للغاية في هذه المناطق. ختاما نصارد معكم توقعات الأحوال الجوية خلال الثلاثة أيام المقبلة، تكون على النحو التالي: يوم السبت من 14 إلى 9 في العاصمة عمان، ارتفاع قليل على درجات الحرارة متوقع يوم الأحد، تصل إلى 17 درجة مئوية في ساعات النهار، 10 درجات مئوية في ساعات الليل مع فرصة لتشكل الضباب في ساعات الليل. ويوم الاثنين ترتفع العظمى إلى 19 درجة مئوية، تقترب من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، في حين تكون الصورة ليلا 11 درجة مئوية. إذا هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.